حابوا يستحوا، شنو المشكلة اللي فما يستحوا؟ تو نورمال الاخرين جايين يعملوا في هاي للجهاد، وهذوما كي جاوا يستحوا قالهم لي اخويا اللي يحب يستح واللي يحب يجاهد كل واحد على روحه. خلي ظاهرة شبابية معناها تليق بالشباب اللي هم معناها عملوا هذيك، هم حبوها صح عليهم، اعطيهم الصحة. فرغوا على الواحد، فرهدوا على الواحد. بريسيون تاع الدنيا تخلي اي حاجه ديبيل معناها تعجب العباد الكل، تلمو العباد تخنقوا معناها يحبوا اي حاجه فادوا في الديفولمون معناها كا هذيك هي. انا نشوف دي جان ضحكوا لعبوا فمش مشكله، يبقى دو بروبليم، شنو المشكله؟ والله هي ظاهره يعني ظهرت مع بعد الثوره في المعهد نتاعنا يعني كل شيء، ما نلوموش عليهم يعني لزيت يعني كسوا لزيت ديون ولا تلامذة اللي عملت صرفت هذي، اما نلوم عليهم في كوتي كونه كان فما افراد، فهمت؟ روعه ديفولمون حلو، ريق جديد. ظاهرة الهار المتشي. ما نعرف ايش. نعرف شنو؟ الهار المتشي. مأساة يندى لها الجبين. حقيقة مجتمع تونسي مجتمع إسلامي متدين. تونس الإسلام ودينها وهي أرض عروبة وأرض إسلام. نحن أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أشياء مؤسفة للغاية. شنو؟ هار شنو؟ الهار المتشي. ظهرت الهائر مسيا جيرين كومبري سافي بليزير، عملنا عليها جو ومش خاص كان في البلايس الكل هكا معناتها تبدا لازم نعرف الانسان كيفاش يشتح، هما في الغاب يعملوا دي جيست هما حرين باش يعملوها، نورمالمون في تونس لا يحب يشتح يشتح على روحه، مي كوميم شويه احترام. وكا والله حكايه نورمال على الاخر معناها فماش عليش باش يعملوا عليها قاوق وحكايات كبيره، فما حاجات ما اهم نورمالمون يعمل عليها ديكلاراسيون وزير التربيه. هرلم تشيك والله هي حكايه خذت اكثر برشا من حجمها، وفما برشا حاجات معناها في تونس اهم من الحكايه ذي نحكيو فيها معناها. ما فهمتش. قلت تحيه معروف عندين. قلت تحيه مش متاعنا الشيء هذا. ما نفهمش شنو هذيا والله. نهار شنية؟ نهار المشيق. نهار المشيق؟ شتي مشيق؟ والله ما عنديش حتى معلومة. ما عنديش فكرة. ما عرفش خويا. ما نعرف ايش صار. طيب ما نكذبش عليك ما نعرفش. والله رقصة تحفونة والله. رقصة تحفونة شبيبة مش نورمال. سوف تحاسبكم حزب النهضة حسابا عسيرا وكبيرا جدا. اسمعت بيها ما بنعرفش شنو هيك دكتورمو. حاجة دخيلة على مجتمعنا. ما عنديش عليها فكرة وما نحبش نعرف. هارلم هذه مسكات في أمريكا. تحفونة عالمية عالمية. تعرف عالم آخر والله، عملوها فاز شباب مش خايف.